بابك سيف والله انت فيك مريضا اللهم يبله يا كريم بس والله ما يا سيف يا سيف والله تستاهل والله تستاهل كنا ناوي بس نسوي لكم مفاجاه يا سلام لكن تستاهل والله يا ابو شوف شوف نورتوا القصيم تستاهل والله يا ابو فهد ركزت ركزت ام علي مكتوب نورتوا الله يبيض وجهك اعطاني اياها شكرا لك والله والله يستاهل ابو فهد انك اسعدتني والله يستاهل مثل ما اسعدتني كنا مرتبين لها شغل حلو لكن ابو فهد الله يطول عمره على طول طاح عليها ما مداه يطيح عليها الا هو لا قطع كان نبغى نسوي لك شغل شغل مرتب نبغى نسوي لك والله تستاهل يا ابو فهد سيوف يا حبيب قلبي تستاهل عادني ابو سكابه والله تستاهل انا ما اقدر اعبر والله تستاهل انا داري عاد بدك تعبر بس ما ادري ايش تسوي يا اخي حلوه الهديه لها لها شعور جميل يا رب قلبك والله انك تستاهل لانك حبيب حبيب الله يطول عمرك طيب ما اشتغل من هذا الطيب الله يرحم قلبك يا ابو فهد الله يرحم شيبانك علوم غانمه دايم بطيبة علوم الطيبة الله يطيب الان الى الرياض باذن الله شنطة شنطة سيف والله الله يحييك يا سيف الله الله مع الحوات الغانمة الشيخ عزيز حبيبي الشيخ فيصل الشيخ فيصل ارحب يا مرحبا بتنور السفرية شوف شوف يحطون الجلاط على لا ما عليك ما عليك عندي 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 انت انا بخليك معاون المعاون انا بعطيك الامارات ان شاء الله بسعدك ارقى سنود بس مرحبا بك ما انت عودها روح لازم انسى لي حاجه شنطتي الصغيره نسيتها في موتر محمد الفريدي خلاص رايحين دحين محمد الفريدي ناخذ شنطتي الله يخارجك دالحين محمد ما يرد علينا شنطتي في موتر محمد وبطرة السيف في موتر محمد وكيد محمد راقد ساعة عشر دقايق حطينا ساعة ساعة ندق تفضل يلا شكرا مع السلامة يا هلا يا هلا شو اسمه انا صاحي من النوم قروشوني العيال ما خلوني ارقد ما خلوني اغمض شوي على مسافة الطريق الحمد لله الرياض الحين الحمد لله على السلامة وطفى جوالي ولا كان سنبت انا احتمال ان شاء الله يمكن الظهر العصر ماشي من الرياض الى نجران باذن الله ولنا عودة لكم يا اهل الرياض تعال سيف سيوف احتمال الان اطير باذن الله مرحبا والله اني صادق وداعا يا جرح يا جرح وداعا مستانس والله ما مستانس ورب الكعبة لكن لكن لنا لقاء ان شاء الله ان شاء الله اذا الله اراد ماشي بعد ساعه الله يستر على هالوجه وياك الله يوفقك يا ابو حمد سلمني على حبيب القلب ورب الكعبه يا ابو علي ان استمتعنا واستانسنا الله يطول الله يونسك كان خوتك عز الله ما تمنع الله يعزك علي بالطراق انها تزود الرجال ما تنقص الله يعزك اي طيب والله بعض المرات اخذ لك واحد ينقصك ما يجودك والله يا رب اقلك اي والله سلم عليك والديك ونشوفك على خير سلم على عزيز والله يوفقكم ان شاء الله ولنا عوده ان شاء الله اذا الله عارف. الله يوفقك يا رب يا رب عشت الفله يا عيال شنطتي حولها بالبندق محمد شوف ساعتي ويفوز لين حصل عنده زوم سيف عزيز لبى قلوبكم الشنطه عندكم يا حبايبي جيبوها لي المهم سلمنا عليك انا بشوف الرحله اذا ما فاتت الله يبيض وجهك وجهك يا حبيبي يا ابو حامد نلتقي على خير اذا ما فاتت الرحله وما فاتت عودت عليك يا حبيبي الشنطه شحنوها لي سدلك يلا سلمنا عليك يا هلا مع السلامه يا حبيبي الحمد لله رب العالمين يعني حجزت وتكنسلت الرحله كنا تمام
جيت ابغى حاجز خلني توكلنا. طلعت ماني محصل الجرعة الثالثة. الله المستعان، الله المستعان. على العموم تكنسلت الرحلة، بعود للشباب ذلك. أنا أقول وداع، ما في وداع. قهرني قهرني يا عم رصيف، قهرني قهرني قهرني. السلام عليكم. السلام. رحلتي فاتت. هلا. وماني محصل. رجعوك. والله رجعوني عشان التحصيل. خلني اقعد. خلني اقعد. جاني جلطة. حبيبي. والله العظيم. معوض. معوض يا ابو سعد. معوض يا ابو سعد. معوض ابو سعد. يا اخوي انت مالك دخل. مالك شغل انت يا الفلبيني انت وش هو ذا؟ عبد الله انك عرفته. هذا وش هو ذا؟ ما اعرفه. ايوه واحد قطيت على واحد والله ما اعرفه. عزيز عزيز شو تسوي عزيز؟ شكرا الله شكرا الله والله العظيم اني سعيد جدا. انا داري حتى المتابعين يقول الحمد لله انك جلست. اي والله الحمد لله. لا الله لا يحييهم. ايش طحمه؟ شو مسوي؟ شو مسوي يا ربي؟ يا الله يا رب يا الله يا رب يسر لي اموري يسر لي اموركم اللهم امين. حتى شو تكفل لفت علي والله اعلم. يمين ولا يسار؟ ضيق الشده خير. الله يجزاك خير. أنا جيت. أنا جيت. وش الانتكاسة هذه؟ وش الانتكاسة؟ طبعاً صاحين. طبعاً قمنا المغرب، عودنا رقدنا. مرحبا. أستانس فيني سيف، نقول الحمد لله ما رحت. تدري حتى المتابعين يقول. ما يدرون المتابعين موجودين. صوتك أحسن لك. اللي عندي يقول الحمد لله الطيارة فاتت. أستانس. الحمد لله. الحمد لله والله ودي إني أروح لكن. ما عليها لعبة الحمد لله نعود بعد مرة ثانية. مرحبا بك والله أنا سعيد. الله يبقيك. طالعين الحين انتظرنا أبو عبيد وعزيز تحت وتمشيح حلاقة وش بعد؟ بعدها فطير. على كيفك أبوي نروح نطعم. على كيف كيفك أبوي. وش المطعم؟ أنا اللي مختاره. يا رب قلبك. راح أعلم أبيهم يشوفون. يلا تمام. يلا. وين هذا يلطعنا ساعة؟ ها؟ خلاص انا ابشر مالك اصبر بيجي ها بيجي ولا اشر لا بيجي بيجي شوف في حد يعني ولا ما في حد ايه هذيك ذيك سياره ذيك سياره والله جات يا مرحبا شكرا يا مرحبا الله يعافيك انا تعبتوا انا ندمت شو اسمه لا شو اسمه المطعم عزيز ها اسم المطعم تشيز كيك فاكتوري انا اعرفه بس يعني ابغى مو تبي يعلمه من مثقف اسمه يعني نعم شو اسمه كيك فاكتوري صح اقول لكم ناس هذا الحبيب يسويها يعني هي ابغى يقول احب يقول بو يعني احب بو يا مرحبا بك ابو عبيد الله مرحبا منور في العاصمه طول عمرك هذا خوينا صح؟ سيف ما شاء الله ما شاء الله لك جميل حلو من يومك حلو من يومك لا لا خلاص بيت ما تبو ما تبو والله صادق عند فيس على طريق مش رايك بدنا فيس انت اللي هملتهم ولا هم هملوك والله نشتاق والله كان اقول لهم انتم الحين اشتقت لهم بس انهم جايين يا الله ما نص ساعه نص ساعه ساعه لا لا حقابله مو من عشاء لا الساعه بعد الساعتين حولها ساعه ونص ان شاء الله يا مرحبا بك مرحبا بك الله يحييك المكان الجميل شوف 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 شو بيهم شوف لا لا يا ابو عبيد شوف شوف والله هذا انت
هذا والله انت والله الليله قمريه. الرياض وشو؟ ها؟ الرياض وشو؟ الرياض؟ الرياض ان جيت لمن ضيق بال. هبت الشبين العليا والنسيم. بغيت اقول ما فيها اضلال تكثر الزوار يفر الغشيم. يا وليفي كان ما عندي مجال. من شغل. جيت الرب عيت حبيب القلب وعبيد يا مرحبا مرحبا عزيز اعلمها بسالفتي اليوم انا ايش فيك؟ يا ولد السؤال يصير معك يا عبد الله صارت لي سالفه اليوم والله يا ابو محمد انت ابو عبيد بيعطيك سالفه مرحبا ومسهلا مرحبا 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 ومسهلا مرحبا يا الله فهد خالد العجمي مرحبا 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 اسمعنا شريت ايه؟ انت ما تضبط ليه؟ انت ما تضبط نفسك مثل ما تضبط نفسك مع القهوة تضبط نفسك بالطيارة ما اعرف الا كيف اضبط نفسي غير معك والله العظيم يا ولد انا جايب لي قهوة انا تقول زيت ليه يا ابوي ليه؟ الحمد لله مضبط غبنين علي انت خالد يا شباب الله يا شباب العنود اللي جفت الناس والدنيا بعدها مدت الفرق الغالي هاوي تعطي الثمن